السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من صالون إبراهيم عيسى. اليوم ضيفنا الكبير دكتور محمد البرادعي. ازيك يا دكتور؟ أهلا يا إبراهيم، وأنا سعيد أن أكون في صالونك طول الوقت. الله يخليك يا فندم، هو صالوني بس في منزل حضرتك وفي صالونك. الله يكرمك. نقول مبروك ولا مبارك؟ مبروك احسن يمكن في الوقت الحالي يا ابراهيم. الف مبروك. الله مبروك لمصر ومبروك لثورتها. مبروك لكل مصري، مبروك لكل عربي، مبروك لكل انسان بيعيش في العالم اللي احنا عايشين فيه، ان استردينا ادميتنا، استردينا حريتنا، اصبحنا النهارده المصري لا صله له بالمصري من اسبوع. النهارده المصري حاسس بثقه في نفسه يا ابراهيم، حاسس بكبرياء، حاسس بعزه نفس. ده تبص في عين المصري النهارده ملوش صله بالمصري اللي من اسبوع. صحيح. ربنا اكرمنا الحمد لله. دكتور، وانت شفت خطاب السيد عمر سليمان وهو يعلن تنحي او تخلي، واستخدم تعبير تخلي، الرئيس مبارك على السلطه، كان احساسك ايه وانت بتشوف الخطاب ده او البيان ده؟ حمدت الله العلي القدير ان انا عشت عشان اشوف هذا اليوم يا ابراهيم. يمكن ده ان انا ما كنتش اتصور ان انا هشوف اليوم اللي مصر تتحرر من الاحتلال المحلي، وهو اسوأ من الاحتلال الاجنبي. صحيح، ودي مشاعر كثير من المصريين احساسهم بانهم عمرهم ما كانوا هيشوفوا اليوم ده، بدا وكانه مستحيل وبعيد المنال تماما. ابراهيم، انا لما اشوف الايميلز اللي بتجيلي، امبارح جاي لي واحد من استاذ جراحه اعصاب في امريكا، يعني شعوره، وبيعبر عن شعور المصريين في الخارج بالفخر والعزه يعني انتقلنا، ما اعرفش اقول ايه، انتقلنا من عصر الجاهليه وعصر الظلمات الى عصر الحريه. صحيح، من الظلمات الى النور. صحيح. بمناسبه النور يا دكتور، امبارح المجلس العسكري او المجلس الاعلى للقوات المسلحه، اثنين من اهم قياداته احدهم رئيس المخابرات الحربيه، اجتمع مع مجموعه من الشباب المنتمي الى ثوره 25 يناير. المدهش انه المجلس العسكري بيجتمع مع افراد من شباب 25 يناير، لكن حقيقة الأمر أنه لم يتصل بأي أحد من القوى السياسية أو من الرموز الوطنية اللي في الساحة المصرية. إيه تفسير حضرتك لده؟ أولا يا إبراهيم، أحب يعني من خلالك أوجه شكر للقوات المسلحة، هي كانت الملاذ الأخير لنا، وأنا طلبت من يومين على التويت بتاعي تدخل القوات المسلحة لحماية مصر من وضع المأساوي اللي كنا شايفينه في الآخر، وإن لحماية مصر من الانفجار. فيعني أثبتوا في النهاية أنهم انحازوا للشعب ولصالح الشعب، وأتوقع أنهم سيستمرون في العمل من أجل الشعب. إنما إحنا لسه عايشين في مرحلة الحماس، وهذا طبعا طبيعي، ومرحلة عدم الرؤية إيه الفترة القادمة. وعشان كده أنا في رأيي المرحلة الجاية دي يا إبراهيم مرحلة حاسمة، حتى لا تجهض الثورة. مصر اللي طلعت في الشارع من آلاف سنين ما حصلتش، مش ممكن إن ما نحققش الهدف النهاردة. إحنا عملنا 80% خلصنا من نظام الطغيان، إنما ما زلنا على أبواب عصر الحرية. المجلس في رأيي إنه لابد أن يعمل حاجتين فورا. أولا أكبر قدر من الشفافية، وبالتالي مش بس أنه يطلع ببيانات دورية، وإنما يشرح للشعب المصري إيه خريطة الطريق بتاعته، يشرح للشعب المصري إمتى هيحصل إيه. وبالطبع جزء أساسي في هذا إنه يشارك الشعب المصري في التواصل معاه. التواصل هو الأساس. النهاردة ما زال هناك تخوف إن الجيش جاي، وأنا لا أصدق هذا، وإنه جاي عشان يستمر في الحكم. لابد إنه يجعل الشعب المصري يعرف إنه هو جاي لينقذه، يعني إيه الكوبري الذي تنتقل منه مصر. هو قال كده يا دكتور، قال في بياناته هذا صحيح، وقال انه هيسلم السلطة للمدنيين. وعشان كده انا بسأل حضرتك، اذا كان هذا التواصل مطلوب من المجلس العسكري، حقيقة الامر انه هيقول لك انا اتواصل، الم تقولوا ان هذا الشباب هو الذي صنع هذه الثورة؟ الم تطلقوا على هذه الثورة ثورة الشباب؟ انا التقي باصحاب المصلحة الحقيقية وصناع هذا الحدث، ومن ثم التقي باخرين. ليه مطلوب مني التقي باخرين؟ ابراهيم، انا الشباب يعني، وكما ذكرت يعني، لا تتصور مقدار التقدير والمعزة، وأنحني لهم احتراما وإجلالا، أنهم كانوا
فجروا الثورة، إنما الثورة في نهاية المطاف هي ثورة الشعب المصري. الشباب قاموا بالجزء الأساسي وهو الضغط على هذا النظام والدعوة والضغط على هذا النظام ليخرج، إنما نحن الآن في مرحلة الإدارة السياسية، كيف نحول الثورة إلى ما أهداف الثورة، من خلال الثورة نحقق أهدافها وهي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. المجلس ما فيش القضاء على الاستعمار وأعوانه، يبقى القضاء على الاستبداد وأعوانه، الاستبداد وأعوانه وقضاء على حاجات كتيرة. أصل الثورة تقول له قضت على الاستعمار إنما سابت أعوانه، فإحنا برضه خايف ثورة 25 يناير تقضي على الاستبداد وتترك أعوانه، يعني دي مسألة مشكلة، دي مسألة أخرى هنحطها على جنب دلوقتي. إنما أنا عاوز أشوف إن إحنا السنة الفترة الانتقالية دي تكون ماشية على الطريق الصحيح. هناك كثير من الأشياء أطلب أن المجلس ده يقوم بها. واحد، أما أقول بالتواصل، يتواصل مع القوى المدنية، مع جزء منها يا إبراهيم، أن لابد أن تكون إدارة البلاد مشتركة بين الجيش وبين الشعب. يعني أنا اقترحت أن يكون في مجلس رئاسي من مكون من 3 أشخاص، وليس فقط القائد العام للقوات المسلحة، وإنما يكون هناك 2 من المدنيين، واحد قاضي على سبيل المثال، لأن هذا السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع، أود أن أرى قاضي. هناك الرؤساء الدول وغيرهم ومسائل السياسية، أرى أن يكون هناك شخص له خبرة سياسية. عندنا يا دكتور مثل شعبي، المركب اللي فيها رئيسين بيغرقوا، ما بالك بقى فيها 3 رؤساء؟ يعني برضو تعدد الرؤوس مسألة ممكن مربكة في فترة انتقالية، مربكة في حد ذاتها، فيزيد حالة الارتباك والإرباك. إبراهيم، لا، دي جزء أساسي من أننا ننتقل للديمقراطية، أن نتعلم كيفية العمل الجماعي. كان أن احنا نقدر 3 أنفار يقدروا يشتغلوا مع بعض، وكل واحد ليه اختصاصاته. زي لابد كذلك أن تكون هناك حكومة انتقالية، حكومة إنقاذ وطني، ائتلاف وطني اليوم قبل الغد. حقيقة قالوا ان هنعمل ده، انما الشعب عاوز يعرف امتى، بعد اسبوع، بعد اسبوع. لا يمكن ان نستمر ان نرى حكومة الرئيس مبارك ما زال كده تحكم. في حاجات ممكن تتعمل تبني مصداقية على يعني في لحظات. قانون الطوارئ لابد ان يلغى اليوم، حرية تكوين الأحزاب لابد أن 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 تبدأ من اليوم. يعني حرية الصحافة، هم بيتكلموا برضه يا دكتور على هم بقالهم 72 ساعة تقريبا بيحكموا، وده رغبة سريعة جدا تصل إلى حد يعني العاطفة الجياشة، يعني احنا نطلب منهم كل هذه القوانين في كل هذه الساعات. بس يقولوا لنا إن دي هتحصل يا إبراهيم. عاوز أنا زي ما احنا زي ما قلت، دي مهمة المرحلة الانتقالية يا دكتور، ولا مهمة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية؟ لا يمكن يكون عندي انتخابات تشريعية برضه. ما بنتكلم على 6 أشهر يا إبراهيم، 6 أشهر غير كافية على الإطلاق. إذا كنت في فرق بين إن يكون عندي انتخابات حرة ونزيهة، الثورة لا يجب أن تخطف. إذا كنا عملناها في 6 أشهر، فين الأحزاب اللي هتستطيع أن تتكون وتتعامل وتتفاعل مع الشعب؟ أنا في رأيي أنها لابد أن تكون على الأقل سنة، ما فيش إطلاقا أي استعجال. المهم أن إحنا نعملها صح. بيتكلموا كذلك على تعديل الدستور، جزء من الشفافية، مين اللي طلب منها تعديل الدستور؟ أي مواد هتعدل اللجنة اللي عقدت أو اللجنة التي شكلت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يرأسها دكتور طارق البشري المستشار لم الكبير. لم نعرف أسماءهم يا إبراهيم، لم تنشر أسماء هذه اللجنة. هل تشاوروا مع الأساتذة؟ واخد بالك؟ إنما كذلك تعديل الدستور في رأيي أنا هذا يعني ليس الأسلوب السليم في رأيي وفي رأي كثير من أساتذة القانون الدستوري. اتكلمت أمس مع عدد منهم، الدكتور ثروت بدوي وغيرهم، وهم يروا إن ألف هذه المرحلة مرحلة الشرعية الثورية، وهي مرحلة شرعية ثورية، لأن الجيش النهاردة أعطى العمل بالدستور، هو وعلق العمل نشتغل بدستور مؤقت يمشينا السنة دي، وبعد كده لابد أن يكون، وفي نفس الوقت نعمل لجنة لصياغة دستور جديد. الدستور الحالي لا، وكما ذكرت من قبل، لا يعني يساوي قيمة الورق اللي اتكتب بيه. الدكتور ثروت، أنا كنت بكلمه امبارح، ثروت بدوي قال إن حتى لو جبت أستاذ طبعا القانون الدستوري الشهير وعميد القانون الدستوري أساتذة القانون الدستوري، بيقول إن حتى لو جبت ملاك بعد الانتخابات يحكم بهذا الدستور الذي يعطي لرئيس الجمهورية سلطات يعني إمبريالية زي ما أطلقت عليه، الذي فيه مجلس شعب لا صلة له بالتمثيل الحقيقي للشعب، سلطة قضائية لا تتمتع بالاستقلال. يعني الدستور ده زي ما أنت بتقوله لازم نفوره، وبالتالي من الأفضل احنا لازم نرميه من الشباك مش نفوره. هذه النقطة، هذا التعبير، التواصل، هو ممكن يعتقد انه دي نوع من الوصاية مش التواصل، ان يبقى في قوة وطنية وسياسية تقول له اعمل اعمل اعمل، هو بيتواصل بالطريقة التي يريدها او يعرفها.
مع الذين يعرفهم زي الشباب اللي اتصل بالاسم، اتصلوا بالاسم باسماء بعينها، حتى ما قالوش للائتلاف مثلا انتخب من بينك عددا لنحاوره، لا قال انا عايز احمد وايمن وعبد الرحمن يعني هذه الاسماء راحت. فاتصور انه انا بحاول اكون مكان المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لان هو لم نسمع منه مباشره، وممكن يقول ان القوى السياسيه عايزه تعمل وصايا على ادارتي للبلاد. قوى سياسية يجب أن يكون لها وصاية على البلاد، وإلا رجعنا للنظام القديم يا إبراهيم. الشعب هو مصدر السلطة، الشعب اللي هو اللي يقول الوكيل بتاعي النهاردة. الوكيل بتاعي هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لازم يسمع رأيي، هو يقرر في النهاية، هو يقرر آملا طبعا يسمع رأيك من هلالين رأي القوى السياسية. مش بالضرورة رأي دكتور البلد. لا لا لا، أنا بتكلمش على نفسي، أنا بتكلم يسمع رأي مختلف فئات الشعب ويرى غالبية الشعب عاوزة إيه. ما لابد ان يعني اذا كنا بنتكلم على تغيير، ان النهارده هذا المجلس هو وكيل عني وليس سيد علي. اذا دي اساسيه، اذا كنا لا يعني هي دي عاوزين نغير طبعا من فكر يعني سلطوي الى فكر ديمقراطي، وهياخد وقت يا ابراهيم. انما أكيد انا اعتقد ان هناك بدا تخوف، وانا سمعته من كثير من من من, من الشعب ومن افراد القوى السياسيه وغيره، تخوف انه ما حدش اتصل بيه. يعني مش عاوزين نحول الرئيس مبارك الى المجلس اعلى القوات المسلحه، مش عاوزين نشتغل بنفس الاسلوب، مش عاوزين نصحى الصبح نلاقي وزاره مبارك ما هي التي موجود. كل ده هياخد وقت وانا اعلم هذا، انما لابد ان يتواصلوا، لابد ان يكون هناك شفافيه، لابد يكون في حوار وطني من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحه مع كافه القوى الوطنيه بالطبع يا ابراهيم، ويكون هناك شفافيه، ويكون هناك مصداقيه. مصداقيه زي ما قلت لك النهارده حريه تكوين الاحزاب، انت مستني ايه؟ اذا كنتش هتقدر تعملها النهارده دي ممكن على اخر البرنامج يكونوا طلعوا القانون ده. محدش مبادئ الثوره، اتكلمت على مبادئ الثوره 52، اديني مبادئ الاهداف اللي هنعملها في السنه دي. وانا مش عاوز الاستعجال يا ابراهيم، مش عاوز ان لابد ان عشان لازم نفرق بين زي ما قلت الانتخابات والديمقراطيه. اما يكون عندي سنه بنيت نظام هيكل جديد زي ما انا سميته، بيت جديد اساساته سليمه، يبقى عندي مش بس رئيس جديد، وانما عندي نظام قائم على المؤسسات وليس على تغيير الفرد بالفرد. مش هو ده الهدف يا ابراهيم؟ صحيح. بس اطاله المرحله الانتقاليه يا دكتور من 6 شهور الى سنه مش بتطول مخاطرها معاها؟ مخاطرها، مخاطر الانتقال، يتعرض اكثر مجتمع منعته السياسيه لسه ليست بعافيه لمخاطر لا يحتملها. عشان كده انا عاوز يكون في مشاركه في الحكم من جانب السلطه المدنيه او المدنيين وليس الجيش فقط. يعني معناها الجيش وهو جزء من الشعب ونحتاجه لحمايه الديمقراطيه الوليده، انه نشارك. ما فيش طالما الشعب شايف يا ابراهيم ان احنا ماشيين على الطريق السليم، وشايف مصداقيه، وشايف محاسبه، وشايف رؤيه سليمه وخيال واصلاح، كون الفترة الانتقالية هتبقى سنة ولو أكتر ما هياش دي المشكلة، مش مشكلة إطلاقا. بس ممكن جدا يسأل يا دكتور ليه احنا بنتكلم باسم الشعب؟ احنا مين عشان نتكلم باسم الشعب؟ أنا بتكلم مع ثوار 25 يناير مجموعة الشباب، انتوا مش دول اللي قوموا الثورة؟ طيب هم دول الشعب من وجهة نظره، ليه القوى السياسية بتدعي لنفسها التحدث باسم الشعب؟ الشعب هو كل واحد مصري يا إبراهيم. الشباب قاموا بدور عظيم، إنما الشباب ليس كل الشعب المصري. الشباب يستطيع أن كان يعني محرك الثورة، وإنما إدارة الثورة تحتاج والشباب نفسه